المحاضرة النهاردة يا جماعة بعنوان saliva and deglutation. ركز مع بعض يا جماعة, saliva and deglutation. قبل ما أبدأ في موضوع المحاضرة أحط في دماغي هيكل معين للبلوك بتاع الدايجستيف. إيه الحاجات اللي أهتم بها بوجه عام؟ جهاز الهضم, من غير مذاكرة ومن غير حاجة خالص أبقى عارف إن جهاز الهضم وظيفه إيه بمنتهى البساطة, يا إما في سكريشن يا إما في موتيلي, صح ولا لأ؟ فنهتم جدا بالموتيليتي وهنهتم بالسكريشن. فاول محاضره عندي بتشتمل على الاثنين اللي هي بعنوان سلايفا اند ديجلوتيشن. سلايفا يبقى ده عنوان لسكريشن, بودي سكريشن. الطالب الشاطر بقى في نهايه البلوك وهو بيراجع كده يجمع بقى اللي هي الجي اي تي سكريشن في ورقتين ثلاثه مع بعض, ومحاضره ثانيه بعنوان او ورقتين ثانيين بعنوان جي اي تي موتيليتي. على فكره الدايجستيف من البرانشات اللي غايه في الروعه لو سهل, لانك لو خدت الامور ببساطه واكنها حدوته او قصه هتتخيل نفسك بتاكل. اما هتاكل اكل هينزل فوق, صح؟ الاكل هيتحرك ازاي لحد ما ربنا يكرمه ويقع في الشارع؟ في بقك الاكل هيتحرك ازاي؟ ينزل في الفرنس يحصل له ايه؟ يتحرك الفرنس ازاي؟ الاسوفجس, الاستومك, السمول انتستن, اللارج انتستن, يحصل الديفيكيشن ازاي؟ انا لو خدتها كحدوته هتلاقي الامور سهله. لو خدتها من الناحيه الثانيه, انا لما احط الاكل في بقي ايه نوع السكريشن اللي هيطلع؟ طيب لما الاكل ينزل على الفرنكت والاسوفجس هل هيطلع سكريشن ولا ما يطلعش؟ طب لو نزل على الاستومك هيطلع سكريشن ولا ما يطلعش؟ ايه هو وصفاته ايه؟ طيب لو نزل على الديودنا, وهكذا. تاخدها اكنها حدوته كده من اول ما الاكل يدخل في الاورال كافيتي لحد ما ربنا يكرمه ويحصل له ديفيكيشن, صح الكلام؟ الاكل كله طبعا مش بيحصل ديفيكيشن, جزء منه يحصل له ابزوربشن. يبقى الجزء الثالث في الفانكشن اللي هنهتم به اللي هو الجي اي تي اي ابزوربشن, صح ولا لا؟ طيب انت دلوقتي علشان الاكل يمتص في حلقه واصله لازم يحصل اكل دايجيشن, صح ولا لا؟ يبقى الاربع اهداف الرئيسيه بتاع البلوك ان انا اعرف ها السكريشن والموتيليتي والدايجيشن والابزوربشن. وضحت الصوره يا جماعه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن سلايفا اند ديجلوتيشن. السلايفا ده اول سكريشن هيطلع, والديجلوتيشن اللي هي السوالوينج البلع, اول موتيليتي هتحصل عندنا هنشوف ازاي. وضحت الصوره يا جماعه؟ طيب اما اجي اقول سلايفا اند ديجلوتيشن, حد يقدر كده يقول لي ايه من العنوان اطلع اهداف؟ الطالب الشاطر يا جماعه زي ما اتفقنا قبل ما يذاكر المحاضره يبقى عارف هي ايه, هيهتم بايه بالظبط. ما تعملوش زي ما قلت لكم قبل كده في اول سنه في كليه الطب ما هنعرف لا انجليزي ولا فرنساوي, مجرد ايه ام واز وار, ما نعرفش ايه المهم ومش ايه المهم. احنا عارفين ان الكتاب بيبقى مكتوب فيه بريفين اهداء, فنقعد يا عيني بالساعه والساعتين نترجم في الاهداء ونقعد بقى واهدي هذا الكتاب لمعرفش مين. طب ده هيجي في الامتحان؟ ده دليل ان لسه ما نعرفش حاجه. لكن الطالب الشاطر يعرف ايه المهم وايه الاقل اهميه, صح؟ ما يضيعش الوقت في حاجه غير مهمه. فحد يقدر يقول لي كده يفكر المحاضره دي ايه الاهداف اللي انا اتخيلها او اتوقعها؟ ها شاطر, يبقى انا بتكلم عن السلايفا. يبقى لازم الاول اعرف ديفينيشن للسلايفا, يعني ايه سلايفا؟ وزي ما زميلكم قال ايه الكومبوننت او الكومبوزيشن اوف سلايفا. طب ايه تاني؟ ها ممتاز. ايه بيحصل كنترول؟ ازاي السلايفا بيحصل لها كنترول؟ ايه كمان؟ ممتاز. ايه كمان؟ شاطر. لا خدت بالك من الديجلوتيشن بقى, انا بتكلم في الايه, في السلايفا. احنا مسكنا السلايفا وبنحللها. ها ايه تاني؟ ده في الثيولوجي يا ظلمه يا ظلمه يا ظلمه, ده في الثيولوجي. في الثيولوجي ايه ساينس اوف ايه؟ فانكشن. يعني انت قعدت تلف على السلايفا ونسيت الفانكشن. انا احنا هنقعد نقول الكومبوزيشن والاماونت والكنترول وما اعرفش كل دهوت علشان يخليه يخدم على الفانكشن. اما اقول لك الكومبوزيشن 1 2 3 4 ايه الفانكشن يا ابني؟ ثم تكلم الكومبوزيشن ده تقول لي ده بيأدي كذا عشان بيحتوي على كذا, صح ولا لا؟ ده الطالب الشاطر.
لكن اللي تيجي تقول الفانكشن تقوم جايب حته من الشارع على حته من الغرب، تبقى ايه؟ هتلاقي نفسك ما كتبتش ربع الاجابه صح. لكن الطالب الشاطر انا اقوم لما يجي يقول لي الفانكشن اوف طلايزه مثلا، اقوم حتى لو اكتبها كلمتين صغيرين، مش انت بتضحك، ان الطلايزه بتحتوي على 1 2 3، وعلشان بتحتوي على 1 في الفانكشن كذا، بتحتوي على 2 يبقى الفانكشن كذا 3، مش هتنسى حاجه صح ولا لا؟ وعلى فكره الفيتيولوجي لو اتفهم هيسهل لك الحفظ، مش ابقى كداب لو قلت لك انه مش حفظ، لازم تحفظ. بس ايه؟ في فرق بين واحد يحفظ بدون فهم، واحد يحفظ على فهم، صح الكلام؟ طيب الديجلوتيشن ايه الاهداف المتوقعه؟ احنا قلنا الديجلوتيشن يعني السوالوينج البلع. يبقى اول حاجه زي ما احنا متعودين ممكن افكر فيه الديفينيشن، عود نفسك اجي احط هدف لاي حاجه احط لها ديفينيشن الاول، انا عارفها ولا مش عارفها؟ خلاص طيب حطينا ديفينيشن، زي ما زميلكم قال المسلز المسؤوله عن الموفمنت دي، طيب بتوجد فين؟ شكلها ايه؟ صفاتها ايه؟ وضحت الصوره؟ بفكر ازاي يا جماعه في اي هدف؟ ندخل بقى على الاهداف. اول حاجه عندي ديسكاس، كلمه ديسكاس يعني ايه؟ ان ديتيل ديسكاس فاليزري سكريشن ريجاردنج، اول حاجه الكومبوزيشن، ثاني حاجه المفروض الفانكشن قبل الريجريشن حد، لان على اساس الكومبوزيشن هقول الفانكشن، واخر حاجه يفضل تبقى مين؟ الريجريشن. وضحت الصوره يا جماعه؟ بعد كده حاجة اسمها اوت لاين، يعني زي انيومريت. خلاص؟ ممكن تتسال كسؤال شورت ايه صغير خالص. عايز يديك الدرجة ومش عارف يديها لك ازاي. خلاص؟ في اوقات بيبقى بيديك سؤال يا جماعة يعني هو نفسه. يعني لو الطالب يكتب لك الإجابة كان كتبها. يقول لك انيومريت فيسز اوف ديجليتيشن. يعني عدهم لي، هم ثلاثة فيسز. خلاص؟ فعلى أساس إن لو ما جاوبتش هتاخد صفر وهو ضميره مرتاح. لأن كل واحدة فيهم بتيجي تسأل لوحدها. فمعنى انك مش عارف تعمل لهم انيوميريشن انت مش عارف حاجه في اي حاجه، صح ولا لا؟ يبقى اوت لاين او انيوميريت فيريس فيسز اوف ديجريتيشن او السوالوينج. بس علشان خاطر لان شفت الملحوظه دي السنه اللي فاتت، الاقي السؤال جاي مثلا زي ما هقول الفارنجيال فيس اوف ديجلوتيشن، واحد يقول لك يعني ايه ديجلوتيشن؟ يعني ما انتش عارف ديجلوتيشن، ما هتجاوب السؤال ازاي؟ فعشان خاطر لازم اكون عارف الكلمتين، السوالوينج هي الديجلوتيشن. وضحت الصوره؟ بعد كده discuss the pharyngeal face of swallowing او deglutation، ده السؤال اللي جاي. بعد كده describe esophageal peristalsis، او ممكن نحطه بصيغه ثانيه السؤال ده، ممكن يجي بصيغه ثانيه يتقال describe the esophageal face of deglutation. اخر حاجه عنده مهمه جدا في الـ MCQ كتير، factors affecting lower esophageal sphincter tool. نبدا في اول حاجه عندي النهارده اللي هو الجزء اللي هو السكريتوري فانكشن اللي هي السلايفا. السلايفا احنا عارفينها بالعربي يعني ايه؟ اللعاب. تخيلوا البوليا ما ازاي يا جماعه؟ ها؟ يتحفظ الارقام يا جماعه. اي سكريشن هناخده يتحفظ الرقم، وحاطط لكم كمثال ام اس كيو. يتحفظ الرقم، في ارقام معينه اقول لك دي مهمه تتاكد انها ممكن تيجي. يبقى البوليا 1.5 لتر، ممكن اب تو 2 لتر بير داي. خلاص؟ النيتشر احنا عارفين اي سوليوشن في الدنيا ممكن يكون حاجه من ثلاثه، يا ايزوتونيك سوليوشن، يا هايبوتونيك سوليوشن، يا هايبرتونيك سوليوشن. يعني ايه ايزوتونيك سوليوشن؟ لا مش متعادل. يعني ايه ايزوتونيك؟ كلمه ايزو يعني ايه؟ ها؟ يعني ايكوال. تونيك المقصود بوتونيكتي اوف بلازما، صح؟ ايزوتونيك سوليوشن يعني التونيكتي بتاعته زي البلازما. هايبوتونيك سوليوشن يعني معناها التونيكتي ايه؟ اقل من البلازما. هايبر يبقى طيب التونيكتي بتاعت البلازما قد ايه؟ كام؟ 390 ولا 290؟ هتفرق على 100 يعني؟ ها؟ 290 ولا 390؟ طب ما تروح نفسك قول 300. خلاص؟ 300 مللي اوزمول بير لتر بيساوي كام مليمتر مركري؟ طب اسهل من ده، بتساوي قد ايه صوديوم كلورايد؟ ها؟ 9 من 10% ها؟ صوديوم كلورايد. طب شفت الصوره يا جماعه؟
طيب اما اقول لك هايبوتونيك سوليوشن هي ازاي بتطلع كهايبوتونيك سوليوشن، ركز معايا في الرسمه دي. احنا عارفين ايه الفرق ما بين الاكسوكراين جلاند والاندوكراين جلاند؟ ايه الفرق يا جماعه؟ يعني انا وانا بتكلم في دايجستيف اي جلاند هتقابلني وانا بتكلم في الدايجستيف، هل هي اندوكراين ولا اكسوكراين؟ يعني مثلا الصلايفه دي انهي جلاند بتطلعها؟ ركزوا الكلام ده بقوله كذا مره، انا ممكن وانا بشرح ما امشيش بنفس الترتيب، لان لو مشيت بنفس الترتيب بتاع الكتابه هتوه. خلاص؟ فاوقات لازم اجيب حته قبل حته اثناء الشرح. الاول علشان ابدا اكمل وافهم يعني ايه كلمه هايبوتونيك، لان حصلت كانت استفهام اهو، ليه هو هايبوتونيك؟ افهم ايه اللي بيطلع السليفري سكريشن؟ ها يبقى حاجه اسمها السليفري جلاند. انتوا خدتوا اناتومو هيستولوجي، ايه انواع السليفري جلاند؟ في حاجه اسمها ميجور سليفري جلاند، ودي اللي تهمني كفسيولوجي، وحاجه اسمها اكسسوري سليفري جلاند. الميجور سليفري جلاند يا جماعه ثلاثه، واحده اسمها ايه؟ واحده اسمها ايه؟ واحده اسمها ايه؟ واحده اسمها الايه؟ صب مانديبولا، الثانيه اسمها صب لينجوال، الثالثه اسمها ايه؟ امال الصب ماكزيلاري دي ايه؟ ها؟ دي الرابعه؟ صب يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم، الصب مانديبولا هي الصب ماكزيلاري. ها؟ ركز، لان انت ممكن يجي لك الاسم الثاني يقول لك صفات السكريشن بتاعته ايه؟ الصب مانديبولار هي الصب ماكزيلا، دي الماكزيلا تحتها وده المانديبولا، فتحتها الصب ماكزيلاري هي الصب مانديبولا، وادي الباروتيد وفي اللينجوال. الصورة اللينجوال يعني ليست بالصم، ها بس تفتكر الاثنين ان الصب ماكزيلاري والصب الصب مانديبولار الاثنين اسم واحد. بتحط الصورة بس ده واحد اسم دال على الثاني. ادي الجلانسا، ركزوا لان ممكن تصير اي نقط فيها ام كيو. الباروتيد قوم جاي بين قوسين كده عشان ما تنساش، انا نسيت احط النادم قوسين بس معروفه وكتبتها قبل كده. بين قوسين عند الصاب ماكزيلر اكتب ريحه كده صاب مانديبولا. والصاب لينجوال لا اسم دلع ثاني ممكن يصير ام كيو، اوقات يا جماعه في الام كيو ينقل الاسم الغريب. حاجه اسمها ابنرز جلاند واسم مشهور برضه. يبقى في حاجه اسمها باروتيد، حاجه اسمها الصب ماكزيلاري او الصب مانديبولار، حاجه اسمها الصب لينجوال او الابنرز جلاند. كل دول اكسوكراين ولا اندوكراين جلاند؟ اكسوكراين. طب اكسوكراين ليه؟ لان لها ضغط بالشكل ده يا جماعه، يعني هلاقي اسنط اهي وادي الضغط، هنا الاسنط وهنا الضغط. خلاص نركز مع بعض في الايه، في الصفات بتاعتها. الثلاثة دول بيطلعوا لك سليفري سكريشن، لكن في اختلافات بينهم وبين بعض. قال لك الباروتيد سكريشن مسؤولة عن قد إيه من السليفري سكريشن؟ أراوند 20% 20%. السبلينجوال كام؟ 5%. السب ماكزيلاري 75%، عشان ما ننساش مين أكتر واحدة فيهم اللي اسمها أطول واحد، السب ماكزيلاري أو السب مانديبولا 75%. صفة مميزة تانية لهم نوع السكريشن. في سكريشن اسمه ووتري أو سيرس سكريشن. في سكريشن اسمه ميوكس سكريشن. في ميكسد سكريشن. أكوردنج تو ذا تايب، ده كلام هيستولوجي بقى. أكوردنج تو ذا تايب أوف أسيناي. لازم أكون عارف نوع السكريشن، لأن ممكن أتسأل طب مانديبولار جلاند سكريت ويجيب لك صفات لها. يبقى من ضمنها من السكريت ايه؟ الميكس سكريشن. النيرف سبلاي غايه في الاهميه. الباروتيد جلاند سبلاي الدنين بفلوسو فرنش، على الرغم يا جماعه انتوا درسنا اناتومي المفروض خدنا مثلا باروتيد. ايه رايكم؟ الفيشيال نيرف مش بيمشي جوه الباروتيد؟ صح، سبحان الله سبحان الله، الفيشيال نيرف بيمشي جواها، بيحصل له ديفيجن جواها، لكن ما بيديهاش نيرف سبلاي. افتكروا الملحوظه دي يا جماعه. خلاص؟ السب ماكزيلاري تاخد من مين؟ من الفيشيال. السب لينجوال تاخد من الفيشيال، يعني بمعنى اخر الجلانس اللي عنده سليفر جلانس سبلايد باي فيشيال اكسبت، يعني ممكن تسيب بصيغه كده. الفكره يا جماعه في اي سؤال ام سي كيو ان انا ابقى عارف معلومه، ممكن اقول السؤال ب 100 صيغه. يبقى ممكن اقول لك مثلا ايه؟ باروت الجلانس سبلايد باي، ويقوم جايب لك نيرفس معينه. يقول لك اول سليفر جلانس ار سبلايد باي فيشيال اكسبت.
صح؟ دي صيغه اساس. النقط دي مهمه يا جماعه. نرجع لمرجوعنا. انا بقول لك ان السليمري سكريشن مالها ايزوتونيك ولا هايبوتونيك ولا هايبرتونيك؟ هايبوتونيك. ازاي هي هايبوتونيك؟ انا عندي الاسمطه اهي وادي الضغط. قال لك السكريشن بيطلع من الاسمط في صوره ايزوتونيك، وبسميه اسم دلع برايمري سليمري سكريشن. برايمري سليمري سكريشن از ايزوتونيك، يعني سيميلر لمين؟ للبلازما، زي ما هو في الايه عندنا بالشكل ده اهو. سليمري سكريشن اول ما بيطلع في الاسمط بسميه برايمري سليمري سكريشن. ماله؟ سيميلر ان كومبوزيشن تو بلازما، يعني ايزوتونيك. شوفوا الصوديوم في البلازما زي ما احنا حافظين كام؟ ها؟ اراوند 150 ملي مول بير لتر. البوتاسيوم كام؟ 10 ملي مول بير لتر. كل دول والكلورايد والبيكربونات، كل دول سيميلر للبلازما، وده السبب ان انا سميته ايزوتونيك. ها؟ افتكروا بقى الملحوظه اللي جايه دي. احنا اتفقنا ان انا عندي اكسكراين جلاند، السكريشن هينزل في الاسنط، محتاج يعدي من خلال مين؟ الضغط، صح؟ فحتى المثل عندنا بيقول لك ايه؟ الميه ما تعديش على ايه؟ عطشان. يعني بمعنى انك انت دلوقتي واحد انت جايب الميه فهتديها لعبد الله يشرب مثلا، وعبد العزيز قال لك انا عايز اشرب، لا اديله يشرب، صح ولا لا؟ فنفس المثل هنا، انا عندي السكريشن هيعدي على الضغط، الضغط هتاخد منها شويه حاجات وتديها شويه حاجات، الضغط هتعمل ابزوربشن لحاجات وتعمل سكريشن لحاجات، هتعمل ابزوربشن للصوديوم وتعمل اكسكريشن او سكريشن لمين؟ للبوتاسيوم. اندر ذا كنترول اوف اثرت الهرمون، هتسمعوا عنه كتير قوي السنه دي، وسمعتوا عنه السنه اللي فاتت. فاكرين حاجه اسمها السوبرارينال كورتكس؟ كان فيها ايه؟ حاجه اسمها زونه، ها؟ جلوميريلوزا، كانت بتطلع لك مين؟ ها؟ الدوستيرون. الالدوستيرون ده بيعمل ايه؟ صوديوم، ها؟ صوديوم ري ابزوربشن وبوتاسيوم سكريت، يعني عمل موديفيكيشن للستراكشر ولا لا؟ هنا الصوديوم شوف كام؟ الايزوتونيك كان كام؟ 150. فهنا في الضغط بقى كام؟ 50. طب البوتاسيوم كان هنا 10، ففي الضغط بقى كام؟ 15. الكلورايد كان 100 وكام؟ و13 ملي مول بير لتر، بقى في الضغط كام؟ 15. يعني حصلت في ابزوربشن ولا سكريشن؟ ابزوربشن. البيكربونات كانت كام؟ 70. بقت كام؟ 50. يعني بمعنى اخر بيطلع لي حاجه اسمها سكندري سليفري سكريشن. فلما بقول لك الصفات بتاعه السلايفا انا قصدي السكندري سليفري، لان ده اللي هيطلع بقى وهيعمل الاكل، صح ولا لا؟ يبقى السلايفا از هايبوتونيك. ليه؟ لان بيحصل موديفيكيشن لها في السليفري ضغط، يحصل ابزوربشن لمين؟ للصوديوم والكلورايد والبيكربونات، ويحصل سكريشن لمين؟ للبوتاسيوم. وضحت الصوره؟ كلام جميل. يبقى تو سمرايز الكلمتين اللي احنا قلناهم لحد دلوقتي، ماشي. ليه مطلع هايبوتونيك؟ ده اكوردنج تو ذا ميكانيزم اوف سكريشن. الميكانيزم اوف سكريشن هنا الاسنط، ده المفروض حاجاتها تبقى هيستورج على فكره. المفروض انا عندي دلوقتي الاسنط اهي هتتكون بايه؟ بس الديفيوجن او سمبل ديفيوجن، صح؟ سمبل ديفيوجن او باسيف ديفيوجن هتطلع لك حاجه شبيهه، صح؟ فبالتالي اقول عليها ايزوتونيك، وهي ماشيه بقى هي اللي هيحصل بقى الاكتف اكتف انترفيرنس بالهرمون اللي هو اسمه الالدوستيرون. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى الكلمتين اللي احنا قلناهم تاني، السليزري سكريشن النورمال فاليو بتاعتها كام؟ الفوليوم كام؟ 1.5 لتر بير دي. النيتشر بتاعته هايبوتونيك، وعرفنا هايبوتونيك ليه؟ عرفنا بيطلع بانهي جلاند؟ سليفري جلاند، سواء ميجور او اسيسري، بس احنا اساسا الشغل الاساسي الميجور، وعرفنا التايبس اوف جلاند والفرق بينهم ايه؟
واتكلمنا عن السكريشن وقلنا الفرق بينهم ايه، سواء برايمري سكريشن والسكندري سليفري سكريشن. البي اتش قال لك بيطلع البي اتش ان ذا اثناي سلايتلي ايه اسيديك، سلايتلي اسيديك، لكن في المواد بيحصل لص لبعض الكربون دايوكسيد فيخليه بقى مور الكالاين. الكومبوزيشن ايه رايكم؟ خدوها بقى. بصوا يا جماعه زي ما اتفقنا في حاجات كده تبقى الصمبه، زي ما جيت اقول لك في الاول في اول محاضره الريجوليشن وانت مغمض كده تفكر ريجوليشن في نيرفس ريجوليشن وكيميكال ريجوليشن، مش قلنا الكلام ده يا جماعه؟ هنا برضك في اول حاجه هقولها في السكريشن وفي الموتيليتي نحط لنفسنا الصمبه. اي سكريشن في الدنيا وانا مغمض بيتكون من تو ميجور كومبوننت. اول كومبوننت الاساسي الووتر، وده الميجور كونستيتيوم. ثاني حاجه ها سوليد بارت. السوليد بارت ده عباره عن ايه؟ حاجه من اثنين، يا اورجانيك يا ان اورجانيك. اي سكريشن في الجسم ككل، مش الجي اي تي بس، اي سكريشن جوه جسمك بيتكون بالستراكشر ده، ان ميه بنسب بقى مختلفه. في سكريشن تلاقي الميه بتمثل 95.5%، في سكريشن تمثل زي هنا 99.5%، في سكريشن تمثل 70% 60%، بس الغالبيه هو صح ولا لا؟ النسبه الثانيه بتمثل ايه؟ اورجانيك اند ان اورجانيك كونستيتيوان. الكومبوزيشن مهم لان على اساسه هطلع الفانكشن. اتفقنا 99.5% ميه، دي لها أهمية. لها أهمية، هنشوف حالا أهميتها إيه. السوليد يا إما أورجانيك يا إما إن أورجانيك. طب الأورجانيك بتمثل قد إيه؟ مين اللي أكثر؟ الأورجانيك ولا الإن أورجانيك؟ الأورجانيك 3.10%، لكن الإن أورجانيك 2.10. بتحتوي على إيه بقى؟ مهمة جدا ركزوا. بتحتوي على سيرتن دايجستيف إنزايم زي الأمايليز، يبقى سالفري الفا اميليز. مهم جدا علشان ابقى فاهم ان الكربوهيدرات دايجيشن ستارت انت تلم كيو. يقول لك كربوهيدرات دايجيشن ستارت ان، يقول لك واحد ماوث، اثنين فرنك، ثلاثه ستومك، اربعه انتستن. يبقى بيبدا فين يا جماعه؟ بيبدا في الماوث بواسطه مين؟ السالفري اميليز. ممكن يصير السؤال بصيغه ثانيه، يقول لك ان الكربوهيدرات دايجيشن ستارت ان ذا ماوث باي ذا هيلب اوف ذا فولوينج انزايم، ويجيب لك لسته انزايم. سليفري اميليز، سليفري بيبتيديز، سليفري لايبيز، سليفري واحد يالف في اسامي، تبقى سليفري ايه؟ اميليز. خلاص؟ له اسم دلع ثاني هنعرفه، حاجه اسمها التياليل، هنشوف حاجه. يبقى في انزايم اميليز ولايبيز، في اذر انزايم لايزوزايمز والكاليكرين، كل واحد من دول له فانكشن. عشان نشوف يا جماعه من اهم الاسئله اللي بتسالها ممكن الفانكشن اوف لايف. لو انا فاهم الكومبوزيشن صح هتلاقي بسهوله جدا اقدر اقول الايه؟ الفانكشن. الكومبوزيشن اللي بعد كده الميوكر اكيد له فانكشن. السوماتوستاتين، سمعنا عن السوماتوستاتين قبل كده؟ اللي هو جروث هرمون ها انهبيتوري ولا ستيميلاتوري؟ انهبيتوري. بعد كده سكريتوري اميونوجلوبولين اللي هو اميونوجلوبولين ايه؟ ثم بلاد جروب سابستنس. الاورجانيك كونستيتيوانت في بفر سيستم هتسمعوا عنه ان شاء الله في الكدني. عارفين يعني ايه مصطلح كلمه بفر؟ سمعتوا قبل كده عن الاسيد بيس بالانس على ما اعتقد. كلمه بفر تعني ايه؟ تو كيب البي اتش بتاعت الحاجه الفلويد ده كونستنت، صح؟ حاجه بتعادل التغيرات في البي اتش. فقال لك في عندي كيميكال بفر موجوده اللي هي البيكربونات والفوسفيت بفر. بتحاول تحافظ على البي اتش بتاع الصلايبه ليه؟ علشان في عندك بونه اهو كتير، صح؟ الاسنان لو اتلخبط البي اتش بتاعها ممكن تعمل لك دنتال كارت، تسوس الاسنان، صح ولا لا؟ فيها اذر الكترولايت زي هلاقي الصوديوم كلورايد بيكربونات بوتاسيوم اتك. وضحت الصوره؟ الكومبوزيشن مهم لان على اساسها اقول الفانكشن. طيب انسوا بقى اي حاجه، بص على الكومبوزيشن وعايز واحد كده يقول لي ايه الفانكشن المتوقعه للصلايب، بحيث الطالب الشاطر يا جماعه في الامتحان حتى لو انا ما لحقتش اراجع الحاجه مش فاكرها اقدر الفها. ها مين يقول لي بقى ايه الفانكشن المتوقعه للصلايب؟ فكروا كده. ها تاني؟
كلام جميل. مويسترنج اوف فود يلا ديجلوتيشن ها ايه بروتكشن ماشي ايه تاني دايجيشن ها ايه تاني كلام جميل ايه تاني ما هي قالها بالانجليزي انت بترجمها بالعربي وعرف الماء بعد الجهد بالوتر ها ايه تاني ها نركز مع بعض كده يا جماعه لو قلناها بدهية ولا كفاءه صيغه ثانيه لو مسكناها خطوه خطوه لو قلت لك انها بتحتوي على ميه يعني ده سكريشن السكريشن اللي يبقى فيه سكريشن يسهل عمليه الايه حاجه اسمها الشوينج المضغ ولا ما يسهلهاش يسهل يسهل بعد كده عمليه السوالوينج ولا ما يسهلهاش صح طيب اما اجي اقول لك بقى انزيم خدها انزيم انزيم وشوف هتطلع كام فانكشن الاميليز يبقى هيلب ان كربوهيدرات دايجيشن اللايبيز او لو انه ضعيف جدا هيلب ان فات دايجيشن اللايزوزايم يبقى بروتكتيف تو كيل اورجانيزم صح مايكرو اورجانيزم كالكرين هيطلع لي حاجه اسمها براديكال يعني يعمل لك فازو دايلاتيشن بوريك ازاي تطلع فانكشن من الكومبوزيشن اللي انت المفروض ذاكرته طب الميوكس بيعمل اكت از لوبريكان فيسهل عمليه الايه ها السوالوينج او الديجلوتيشن سوماتوستاتين يبقى لها اندوكراين ايه فانكشن طالما سمعت كلمه هرمون يبقى لها اندوكراين فانكشن اميونوجلوبولين ايه اللي هو السكريتوري يبقى لها بروتكتيف فانكشن واضح الكلام بلاد جروب سبستانس مي بي يوزد ان ميديكال ايجل صح انا خدت ايه يعني القدر راسي حتى وبعدين ما لاقوش مكان الحادث الا اللعاب سلايفا ياخدوا السلايفا دي ويحللوها ممكن تكون وسيله للكشف عن ايه المعلومه دي مش مكتوبه ممكن يستخدموها كوسيله للكشف عن المجرم وضحت الصوره يا جماعه طب البيكربونات والبفر تحافظ على مين تعمل بفرنج للبي اتش فتحافظ على الاسنان تمنع الدنتال كارس وضحت الصوره وبالتالي هتسهل عمليه الدايجيشن برضك لان ايه الاسنان لو ضاعت الدايجيشن هي ايه هيتاثر الشوينج هيتاثر النفض هيتاثر الالكترولايت وجود الالكترولايت في اي مكان هيحافظ على الايه النورمال فانكشن بتاعت الماوس انت دلوقتي اي عضله عشان تتحرك مش لازم سيرتن ايه ايونيك ليفل واضح الكلام فانا بقول لك الفانكشن ده من ايه من الكومبوزيشن طب نشوف الفانكشن كاتبه بطريقه ثانيه يمكن تكون اسهل لناس واصعب لناس اسهل للي بيحب يحفظ لك اي بي سي دي اي اف اللي هو يرتبها كده ايه تبقى الامور سهله ايه يقول لك انتي ميكروبيال افكت لان فيها ايه اللايزوزايم فيها طيب يعني فيها اميونو جلوبولين ايه كل دول لهم بروتكتيف فانكشن بفرنج اكشن لان فيها مين البيكربونات والفوسفين زائد في نقطه مهمه بتعمل نيترالايزيشن للجاستريك سكريشن مش احنا اتفقنا انها في الاورال كالسيوم بتبقى سلايتلي الكالاين وانت اوقات بيحصل ريجرجيتيشن ارتجاع للسكريشن مش اوقات يا جماعه بترجع ترجيع شديد لدرجه انك بتطلع الجاستريك كونتنت اللي هي الاسيد انت فضيت جاستريك كونتنت والاسيد كمان بدا يخرج بعد كده لوحده يعني معناها لها دور في البروتكشن بودي تمبريتشر ريجوليشن ايه رايك زي ما خدته قبل كده في ايه في ريجوليشن اوف بودي تمبريتشر في اوضه خدناها يا جماعه صح ولا لا من ضمنها الايه ان الووتر فيبر اللي بتخرج منك الهايبر فنتيليشن كل ده بيأثر على الريجوليشن اوف بودي تمبريتشر ولا لا ده في الهيومن في الانيمال كمان لو تفتكروا كان في حاجه اسمها البانتنج انيمال خدناها في الريجوليشن السنه اللي فاتت وخدتوها في الميتابول في الايه في ريجوليشن اوف بودي تمبريتشر ايه هو البانتنج انيمال انيمال وزود فريت جلاند فبيحاول يحافظ على درجه حرارته عن طريق الايه شالو رابيد بريثنج كل ده بيخليه يفقد حراره خلاص طيب حاجه اسمها كليننج او هايجين وده طالما لها انتي ميكروبيال افكت يبقى هينظف الماوس ولا لا صح السلايفا طول الوقت قاعده تغسل الماوس من اي ريمننت اي بقايا اكل او اي حاجه فوق صح او لو في اي ميكروب او غيره يبقى ماشيين اهو ايه بص اللي عايز يحفظ بالطريقه دي يحفظ انه يجيب المكونات وياخدها مكون مكون او تحفظها كاي بي سي دي يبقى كلام جميل ادا اي بي سي الدي دايجستيف فانكشن مش انا قلت لك في حاجه اسمها سليفري اميليز سليفري البو اميليز اسم الدلع بتاعه سيالين البي سايلر
ده مهمته بيعمل لي ايه؟ دايجيشن لكربوهيدرات. بس في نقطه مهمه، بيشتغل عند بي اتش معينه، يعني معناها انه ما هينزل للستومك هيبقى فانكشن ليه، صح؟ يعني السلايفه لما تنزل للستومك الانزيم ضاع، ما عادش هيشتغل، لان الانزيمات زي ما تعرفهم او انتوا عارفين كل انزيم له سيرتن بي اتش بيشتغل عندها، صح الكلام؟ طيب الانزيم الثاني اللي هو اسمه اللينجوال ايه؟ لايبيز. يبقى اللينجوال لايبيز بيطلع منين؟ من انهي جلاند؟ ادمرز جلاند او السب لينجوال جلاند. ولذلك سموه لينجوال لايبيز. ركزوا، ممكن يجي السؤال يقول لك ايه؟ لينجوال لايبيز از سكريتد باي ذا فولوينج جلاند، وما يجيبلكش سير السب لينجوال جلاند خالص. يقول لك يقول لك الادمرز جلاند. وضحت بسرعه عشان ما حدش يقول ايه الادمرز دي، ما سمعناش عنها قبل كده. خلاص؟ اندوكراين فانكشن، مش قلت لك كان فيه سوماتوستاتين؟ طالما ان فيه هرمون يبقى لها اندوكراين فانكشن. وجد السوماتوستاتين وقالوا في مينيوت اماونت اوف جلوكاجون ماي بي سكريت. واضح الصوره؟ مش هتطلع زي البنكرياس مثلا. ده مينيوت مينيوت، كميه قليله جدا جدا جدا. اكسكريشن، ايه رايكم؟ مش اوقات يجي يقول لك ايه افتح بقك نفسك ويشم ريحه الايه الخمره او يشم حاجه من بقك، صح؟ يبقى ده ايه؟ اكسكريشن لحاجات، اكسكريشن لالكهول، اكسكريشن لسام دراكس زي مين؟ زي المورفين. اكسكريشن لحاجه اسمها الليد وميركري وايوديد وفلورايد، لدرجه ان يا جماعه بنعرف الليد والميركري بويزنينج بتغيرات في الايه، زي ما تاخده في الشرعي او اكيد شفتها في بعض البروبلم، بتلاقي الايه الجم اللي لسه يا جماعه بتبقى ملونه، تبقى تلاقي ايه بلاكش ديسكالريشن، نتيجه ايه؟ ان حصل اكسكريشن للليد او الميركري في المكان ده فدى اللون ده، يعني تايب اوف اكسكريشن اوف سيرتن سبستنس. بعد كده فاسيليتيشن اوف، بتسهل ايه بقى؟ ديجلوتيشن، البراديكاينين فورميشن، لان في ايه؟ انزيم موجود. التيست تو سبيتش، ايه رايكم؟ لو مفيش سلايفا هتقدر تستطعم الاكل؟ لا ان شاء الله تاخدوا السبيشال سنس مع السي ان اس ان شاء الله، وهتعرفوا ان علشان اقدر ايه اعمل تيست سكريشن تيستنج استمتع بالاكل او بغيره، لازم الايه الحاجه اللي انا هتذوقها ده تذوب في السلايفا الاول. واضح الكلام؟ طيب لو واحد السلايفا قليله، ايه رايكم؟ الارتكوليشن والسبيتش بتاعه، الكلام بتاعه هتلاقيه سهل، يقول لك يا اخي مش عارف اتكلم، مش قادر اتكلم، صح؟ ها؟ يبقى تعمل فاسيليتيشن للديجلوتيشن، راديكال انفورميشن، تيست سنسيشن اند سبيتش. اخيرا فلويد بالانس، ايه رايكم؟ لو واحد عنده هايبر فنتيليشن مش ممكن يبقى عنده يبقى عرضه لدي هايدريشن، صح ولا لا؟ قاعد ووتر فيبر قاعد يتطهر يتطهر، ممكن يبقى يحصل له ايه؟ ديهايدريشن. يعني معنى كده لها علاقه بالووتر بالانس ولا مالهاش؟ لها علاقه. انا ممكن اسمي ريجوليشن اوف بادي تمبريتشر اند فلويد بالانس بهوميوستاتيك فانكشن بتاعت مين؟ بتاعت السلايفا. هوميوستاتيك مين؟ هوميوستاتيك يا جماعه اللي هي ريجوليشن او مينتين سمثينج كونستنت. في اي مشكله لحد دلوقتي الفانكشن؟ طيب اخر جزء عندي اللي هي بقى الريجوليشن. الريجوليشن بتشمل حاجتين، هي نيرفس ريجوليشن. الشق الاولاني اعرف النيرف سبلاي بتاع السليفري جلاند، الشق الثاني اعرف حاجه اسمها كونديشند اند ان كونديشند ريفلكتور، ده بيتكرر كتير. حد يفكرني كده بالنيرف سبلاي بتاع السليفري جلاند؟ كان في سمباثاتيك سبلاي وبارا سمباثاتيك سبلاي. البارا سمباثاتيك سبلاي ها مين؟ جلوستو فارنجيال بيغذي مين؟ والفيشيال بيغذي مين؟ الجلوستو فارنجيال بيغذي البارت، الفيشيال ما بيغذيش البارت، بيغذي الاثنين التانيين. وضحت الصوره يا جماعه؟ طيب السمباثاتيك ستيميليشن عن طريق يا اخنقك البلانكنك يا جماعه عباره عن ايه؟ ها؟ بلانكنك اسمه، تبص بلانكنك يعني معناها اللي بيغذي مين؟ بلانكنك اريا. فايه اللي جاب هنا لهنا؟ يبقى مين؟ يبقى هنا هو الفيشيال بارت اوف باراسيتاتيك او سيرفايكال ديفيجن او النيرف سبلاي للهيدن بنك. وتحط الصوره، يبقى السيرفايكال برانش اوف سيمباثاتيك.
كلام جميل. يهمني جدا 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 الرضا. وقارن بين حاجتين غايه في الاهميه بتقل فيها. ان هذا البارت امباثاتيك بيعمل لي سكريشن غايه في الاهميه اسمه ثرو ساليفري سكريشن. السمباثاتيك يعمل لك ايه؟ تروفيك ساليفري سكريشن. السمباثاتيك يقول لك ايه؟ فاكر لما قلت لك ان السمباثاتيك يقول لك اسكت؟ كان مشات طريقه. صح؟ او اسكت التاني يقول لك اسكت قاعد اتكلم عن الاكل لحد ما ريقي جري. صح؟ ها؟ سمعتوا اللفظ ده؟ ريقي جري يعني ايه؟ يعني حصل اكسسيف سالايفيشن. ها؟ فاكرين حكايه جحا لما كان قاضي وراح راح له ماسك واحد غلبان في ايديه ويقول له انا عايزك ايه؟ تعالى تجيب لي منه حق مكال على ريحه الايه؟ اللحمه اللي طالعه. يعني راجل صاحب محل قاعد يشوي لحم. خلاص؟ فالريحه طالعه، واحد غلبان خالص لقى حته لقمه جابها، تخيل انه بياكل لحمه وشم الريحه وكال على الريحه. فالتاني شافه بره كده مسكه وراح قال له هات ثمن ما شميت. خلاص؟ قال له انا يعني انا اكلت حاجه، قال له هتجيب يعني هتجيب، وخده على جحا. قال له تقيت شم وكال على الشم، يجيب لي حق؟ جحا اتصرف زي ما انتوا عارفين. طلع شويه فلوس فضه، خلاص؟ وهزهم كده عمل لهم صوت. صح؟ الصوت قال له سمعت الصوت الفلوس؟ قال له اه، اهو صوت الفلوس بريح ريحه اللحم. خلاص؟ وضحت الصوره؟ فاللي هو لما اجي اقول لك بقى سمباثاتيك عمل لك تروفيك سكريشن ليتل ان اماونت فيسد ريتش ان انزايم. لكن الثاني بقى اللي شم الريحه او سمع الاكل، تلاقي نفسك ايه في رمضان تيجي قبل المغرب شامم ريحه الاكل، تلاقي ايه؟ ده خلاص ها؟ تلاقي خلاص حصل اكسسيف سالايفيشن وخلاص عايز تاكل، انا عايز تاكل. حصل تروفيك سكريشن لارج ان اماونت او لارج ان فوليوم او بروفيوس ووتري ماله ليت ان انزايم. وضحت الصوره يا جماعه؟ طيب في حاجه بقى اسمها وده هنكررها كتير، حاجه اسمها كونديشن. ادي شكل الايه؟ ادي الميجور سليفري جلاند وادي البرايمري سليفري سكريشن بالشكل ده، بيحتوي على ايه؟ وادي الاسيناي وادي الضغط. اخر حاجه في السلايفا اللي هي في حاجه اسمها كونديشن اند ان كونديشن ريفلكس. ركزوا معايا. العيل اللي لسه مولود، ها، هل محتاج حد يقول له خلي بالك لما تلاقي صدر والدتك حط افتح بقك علشان ترضع؟ وترضع ازاي؟ خلي بالك انت تفتح بقك بالشكل الفلاني وتقفل بقك بالشكل الفلاني وترضع لمده كذا، ده بيتعلمها؟ ده محتاج علام؟ ما شاء الله لازم نتعلم. مجرد بس انت من غير ما تحط له البريست او غيره، لو انت حطيت ايدك كده في ريح بقه كده هيحاول يحرك بقه عشان يمسك الايه؟ صبعك عشان يرضع فيه، صح ولا لا؟ ده بقول عليها حاجه اسمها unconditioned reflex او inborn reflex. يعني ريفلكس انت مولود به مش محتاج تعليم. صح يا جماعه؟ يبقى اول حاجه عندي unconditioned reflex بيمتاز بايه غايه في الاهميه؟ انه inborn مولود به، no previous learning ونو انتكت سيريبرال كورت. مش شرط انه يكون واعي، يعني لو نايم، يعني الطفل تلاقي نايم ومجرد بس لو انت حطيت ايدك في ريح بقه كده اهوت يلتفت علشان يرضى، وهو نايم مش حاسس بحاجه اصلا. صح ولا لا؟ الريفلكس ارك بتاعه اير ستيمولاس دايركت كونتاكت وذ فود او اريتيشن اوف ذا وول اوف جي اي تي، هيؤدي الى الايه؟ اكوردنج بقى للجلاند اللي هيحصل لها ستيميليشن هيحصل الافرنس بتاعها، لو فيشيال كوردة تمبانات، لو جلوستو فارنجيال جلوستو فارنجي، وهكذا. السنتر هتروح للايه؟ للسليفاتوري نيوكليس في المضلة اوبلونجات. الريسبونس عندي هيزيد سليفاري سكريشن، يبقى تاني. انكونديشند، كلمة انكونديشند يعني غير مشروطة. ده مولود بها، مش محتاج يتعلمها، مش محتاجة انتاكت سليفرال كورتيك. وجود الاكل دايركت كونتاكت وذ فود هيؤدي إلى اكسسيف سلايفيشن. او ايه يعني؟ زي بالظبط انت وانت بتاكل اول ما الاكل يتحط في بقك هيحصل سلايفيشن. الحاجه الثانيه بقى كونديشند ريفلكس مشروطه. مشروطه بايه؟ ان اولا انها اكواير. يعني ايه؟ ايه رايكم الطفل اللي لسه مولود حالا وتطبخ اكل له ريحه في البيت، لحمه مثلا طالعه ريحه جامده، العيله هتحصل سلايفيشن؟ ها؟ لا. واضح؟ بلاش، هديكم مثال يتفهم بسهوله. دلوقتي لو ايه؟ لو طفل لسه مولود، خلاص؟ طفل لسه مولود
وبعدين قاعد في ريحه وناس قاعده في ريحه. كان في مثال بس مش هرضى اقوله. نقول المثال الاسهل الثاني. الطفل قاعد اهوت وناس في ريحه قاعده تتكلم على الاكل، هنطبخ ايه النهارده، احنا هنطبخ كذا، ومن مزاجك هنطبخ حاجه ونحط عليها معرفش ايه، وهنعمل ايه وهنعمل ايه وهنعمل ايه. ايه رايكم؟ الطفل هيصحصح كده وايه ويحصل له سلايفيشن، ما مش عارف. لكن تخيل بقى الطفل ده بقى عنده 10 15 سنه وبيحب اكله معينه، وقعد كده وسمعك بتتكلم هنطبخ كذا النهارده وهنجيب عليها كذا وهنعمل كذا وهتسوي كذا، قول حرام عليك انا ايه؟ انا ريقي جري. ليه؟ لانه اتعلم، صح؟ فبالتالي الكونديشند ريفلكس ماله؟ اكواير، محتاج علام. نيد بريفيوس ليرنينج ماله؟ نيد انتاكت سيريبرال كور. يعني لو واحد في غيبوبه خلاص كوماتوز وريحه الاكل طالعه هيحصل سلايفيشن؟ بتتكلم على الاكل هيحصل سلايفيشن؟ خلاص محتاجه سبيشال سن، ان انا اشوف الاكل، اسمع عن الاكل، افكر في الاكل، كل ده يعمل لي اكسسيف ايه؟ سلايفيشن. الباثوي من خلال السبيشال نيرف ده هنتكلم عنها ان شاء الله في السبيشال سن بمنتهى البساطه. تاني اقول لكم المثال اللي انا كنت عايز اقوله. بص احنا فاكرين السنه اللي فاتت في الريبرودكشن كان في حاجه اسمها الاريكشن ريفلكس، صح؟ الاريكشن ريفلكس ده كونديشند ولا ان كونديشند؟ ها؟ كونديشند ولا ان كونديشند؟ اللي هيقول له ريال. كونديشند ولا ان كونديشند؟ ها؟ كونديشند ولا ان كونديشند؟ اول واحد قال لي اثنين. مين؟ ماشي خلاص. مين الاول واحد قال لي اثنين؟ على فكره انت مرضى، مفيش ريال خالص، لك 5 ريال خلاص. مين بقى فيهم؟ مين؟ عبد المجيد. وين ولا عبد المجيد؟ عبد المجيد ولا وين يا جماعه؟ ويؤثرون على انفسهم. خلي بالك عبد المجيد بيقول لك ايه؟ وائل وائل، يعني ايه؟ بيشاور على وائل وبيشاور على عبد المجيد في نفس الوقت. اكسلنت. ها؟ وائل ولا عبد المجيد؟ وائل. يلا بص يا جماعه، الاريشن ريفلكس ممكن يبقى كونديشند وممكن يكون ان كونديشند. بمعنى ان كونديشند الاول انبورن، يعني عيل مولود به ازاي؟ لو حصل ايه؟ ها؟ استيميليشن للجلاند فينس، فاكرين الجلاند فينس؟ ها؟ الفينس الجزء ده اسمه الجلاند فينس، لو حصل استيميليشن للجلاند حتى لو لسه طفل هيحصل اريكشن. خلاص؟ لكن لو شاف منظر، لو عيل لسه مولود شاف منظر ايروتيك، يعني حاجه مثيره، مش هيتاثر، صح ولا لا؟ حد بيتكلم عن حاجه كده مش هيتاثر، صح ولا لا؟ لكن لو اكوار، لو اتعلمها ده، لا هيحصل ايه؟ اريكشن. يبقى ده اسمه ايه؟ ها؟ في الحاله دي بقى ها؟ كونديشن مشروط. وضحت الصوره بين الاثنين يا جماعه؟ تو سمرايز. السرايزه كبيره جدا فطولنا فيها شويه ما جاش حاجه. السولونج سهل. سمرايز. السرايزه كميتها قد ايه؟ التونست بتاعتها ايه؟ الجلاند اللي بتطلعها ايه؟ طب بتطلع ازاي؟ من انهي جلاند؟ ثم الفانكشن، ثم الانرفيشن والريجوليشن. ندخل بسرعه كده على الديجلوتيشن او سوالونج. كلمه ديجلوتيشن او سوالونج او البلع يعني معناها ايه؟ بروبيلنج، هدفع وادق، بروبيلنج اوف فود بولت فروم ماوث انتو ذا ستومك، يعني بالشكل ده كده. هذا الماوس اهو، الاكل لما ينتقل من الماوس لحد الاستومك دي اول عليها سوالوينج. يبقى الطالب الشاطر من غير ما يذاكر ومن غير ما يحفظ، اما اقول لك ان الاكل يعدي من الماوس لحد الاستومك، يبقى في مرحله في الماوس، في مرحله في الفارنك، في مرحله في الاندوكراين، صح؟ يبقى ما اقول لك الفيس بتاعتها في حاجه اسمها الاورال فيس او البطل فيس، في حاجه اسمها الفارنجيال فيس، في حاجه اسمها الاسوفيجيال فيس. البطل فيس كلمتين وبس. البطل او الاورال فيس ديتها فولانتري، لكن في اوقات بتبقى ايه؟ توصل لمرحله انها ممكن تبقى سب كونشوس، يعني ايه؟ جزء فولانتري وجزء انفولانتري. ازاي؟ انت دلوقتي اوقات بتاكل وتلاقيك مندمج في حاجه ثانيه، صح؟ مركز، بتبقى اوتوماتيك اوقات، صح؟ طيب الميكانيزم ازاي بيحصل الايه؟ السوالونج في الاكل. تخيل، بص يا جماعه عشان افهم حاجه تبقى الامور سهله،
تتخيل نفسك حطيت لقمه في بقك وتاكل، تعمل سوالو عايز تبلعها تعمل ايه؟ تقعد تمضغ فيها الشونج اللي هنتكلم عليها بعدين. لكن عايز ادخلها بقى للفن، بيحصل اليفيشن، في صوره حالا هوريها لكم، يحصل اليفيشن للتيب اوف ذا تانج صح؟ علشان يقوم ضاغط الفود اجينست ذا هارد بالانس، هارد بالانس اللي فوق ده، ويقوم عامل ايه؟ ادى الطنج اهو، بصوا يا جماعه الطنج اهو، والاكل فوق هنا كده، يقوم يحصل اليفيشن للتيب اوف ذا تانج، يقوم زي الاكل الايه في اتجاه الفرن. في صوره هنشوفها بالشكل ده، نشرح على الصوره. ادي الصوره اهي، بصوا يا جماعه ادي الايه؟ الطنج، ادي الفود بولر خلاص؟ التيب اوف ذا تانج تقوم حاصله اليفيشن لها بالشكل ده، تقوم زق الفود بولر في اتجاه مين؟ في اتجاه مين هنا؟ في اتجاه الفرن خلاص؟ دي فولانتري فيز. وصل للفرنك، عايز يوصل من الفرنك في اتجاه الاسوفجس. طب بس في مشكله خطيره، الفرنك يا جماعه عباره عن كومن باثوي فور مين ومين؟ فور دايجيشن اند ريسبيريشن. يعني هلاقي الفرنك كده، الجزء القداماني ده هو هيبقى مين؟ لارنج. الجزء البوستيرو اللي ده هيبقى مين؟ اسوفجس. يعني الاكل نازل كده عنده سكتين، يا اما ينزل في مجرى الهواء يا اما ينزل في المجرى الطبيعي بتاعه، يبقى لازم يحصل شويه تغيرات. ركزوا فارينجيال سيت زي ما قلت جت قبل كده السنه فاتت، فنركز لها مهمه جدا. يحصل حاجه اسمها السوالوينج ريفلكس. فاكرين لما كنت بقول لكم كلمه ريفلكس تعني ايه؟ انفولانتري ريسبونس تو ادكوت ستيمولس. يعني انا في عندي ستيمولس، في عندي ريسبتور، في عندي افرنت، في سنتر، في افرنت، في افكتور اورجان، في ريسبونس. الطالب الشاطر يحفظ الريفلكس، بالذات الريفلكس المهم، يعني ده غايه في الاهميه، ولذلك لازم يتكتب ان ديتيل بالطريقه دي. يبقى ديت انفولانتري فيس دي فيري رابد، بتاخد لها ثانيه، بتعمل لك حاجه اسمها سوالوينج ريفلكس. الستيمولس بتاعي ايه؟ ان الفود وصل للاوروفارنك، او لو حصل اريتيشن للاوروفارنك. ما احنا عارفين الفارنكس في ايه؟ في حاجه اسمها نيدو فارنكس، في حاجه اسمها الايه؟ اوروفارنكس. طب الريسبتور بتاعي سيرتن ريسبتور موجوده في الاوروفارنكس اسمها تونسيلر بيلر، ريسبتور على التونسيلر بيلر. ايه التونسيلر بيلر؟ ايه هي التونسيلر بيلر يا جماعه؟ التونسيل زي هتلاقوا كده في النص لما تاخدوا اناتومي، حواليها كلمه بيلر زي قائم او عمود، حواليها كده عمودين كده كل واحد فيهم بقول عليه بيلر، فهلاقي الريسبتور على التونسيلر بيلر. نسيت وتهت قول سيرتن ريسبتور في ان ذا اورال ايه؟ ان ذا اورال ان ذا اوروفارنكس. الافرنت، الطالب الشاطر يعرف الحته دي سبلايد بايه كاناتومي؟ سبلايد بمين؟ بالجروس فارينجيال نيرف. السنتر بتاع السوالونج يتحفظ يتلم كيوب، السوالونج سنتر في البرين ستيم، بس هو ممكن يبقى غلس يقول لك بقى في اي مكان في البرين ستيم؟ يبقى في المضله اوبلونجاتا. وضحت الصوره؟ عشان لو جالك قال لك في الميد برين ولا في البونز ولا في المضله اوبلونجاتا، يبقى فين؟ في المضله اوبلونجاتا. الافرنت هيكون من خلال مين؟ الموتور سبلاي للاريا دي اللي هي مين؟ ترايجيمينال جلوستوفارنجيال فيجاس وهايبوجلوستر، عشان كمان الطنج هيشتغل. الريسبونس غايه في الاهميه. ركزوا معايا بقى، انت عندك الاكل هنا عايز ينزل في مجرى من الاثنين. الاكل عايز ينزل في مجرى من الاثنين، يا اما الهواء يا اما السكه الطبيعيه بتاعته الاسوفجس. الحل ايه؟ يبقى لازم في سيرتن بروتكتيف ريفلكس، لان انا عندي الاكل. بصوا يا جماعه الاكل وصل هنا لسه له مجرى تاني فوق ممكن يطلع على النوز، صح ولا لا؟ دي كل دي سكك، ممكن تيجي تنزل الاكل يقوم راجع عن طريق النوز، تيجي تضغط على الاكل ينزل عن طريق الايه؟ اللارنج. ازاي الجسم يتصرف عشان يوجه الاكل في اتجاه الايه؟ في اتجاه الايه؟ الاسوفجس. دي البروتكتيف ريفلكس اللي بقول عليها، خلي بالك. نعم. ما انا لسه هقول كلام شاطر، نجيب الرسمه عشان تتخيلوا اللي هنقوله. بصوا كده يا جماعه الرسمه دي، انا عايز الاكل ينزل هنا. بصوا الاكل انا عايزه هينزل ايه؟ في اتجاه مين؟ في اتجاه الاسوفجس اهو. قال لك خلي بالك، اول حاجه عايز امنع ان الاكل يرتجع عن طريق النيزوفارنكس،
احنا عارفين ان البلد في جزئين، هارد بلد وسوفت بلد. قال لك يحصل اليفيشن للسوفت بلد، يعني هلاقي السوفت بلد كده يا جماعه، بصوا بالشكل ده، ادا الهارد بلد اهو وحته السوفت بلد هنا كده، وادا هنا هو ادا النيزو فارنج. الاكل اهو يجي يقوم حاصل اليفيشن لمين؟ للسوفت بلد، يقوم قافل مين؟ النيزو فارنج، يمنع الريجرجيتيشن ارتجاع الفوت بولك في اتجاه النيزو فارنج. يبقى ده اول ريسبونس يحصل، بروتكتيف ريسبونس، ان يحصل ريفلكس اليفيشن اوف ذا سوفت بلد تو بريفنت ريجرجيتيشن او ريجرجيتيشن اوف فوت في اتجاه النيزو فارنج. كلام جميل. طيب هنوت، انا عندي هنوت اللارنج، الاوبننج اوف ذا لارنج بقول عليها جلوتس، كلمه جلوتس تعني الاوبننج اوف ذا لارنج. فوق جلوتس كده في حاجه اسمها الايدي جلوتس. قال لك بيحصل ريفلكس اليفيشن اوف ذا لارنج، فخلي بالك بقى ادى الايدي جلوتس اهو وادى الجلوتس اهو، الاوبننج بتاعت اللارنج اهي وهنا الايدي جلوتس اهو. مين اللي هيتحرك؟ اللارنج يتحرك لفوق، يوم مقفول بواسطه مين؟ الابيجلوتس. فيحصل كلوزر لمين؟ لللارنكس، يبقى حامينا اللارنكس من ان يدخل فيه الاكل، ده بروتكتيف ريفلكس. الاساس ان اللي يتحرك مين؟ اللارنكس. يحصل اليفيشن اوف ذا لارنكس. فمش كده وبس، شوفوا العظمه بتاعت ربنا يا جماعه. بص الطالب الشاطر وهو بيذاكر يتامل، يعني حاجه بسيطه ربنا بيخلي لها كل الجيوش تشتغل. هتلاقي كمان هنا هو فيه ايه؟ سيرتن فول من البلد في اتجاه الايه؟ الاسوفجا. فورس يعمل لك زي سكه كده من خلالها يتجه الاكل في اتجاه الاسوفجا. مش كده وبس، ده كمان مور بروتكشن علشان امنع التنفس، ان الهواء ايه؟ يضطرني النفس، انا لو خدت نفس يبقى عايز ادخله من خلال اللارنج. فمن رحمه ربنا ان اثناء السوالوينج يحصل ترانزيانت ابنيا. خدنا السنه اللي فاتت حاجة اسمها أبنيا، أبنيا إيه؟ يعني معناها إيه؟ ترانزيانت ستورج أوف بريثينج. فأثناء السوالوينج يحصل ترانزيانت أبنيا علشان تمنع دخول الأكل فين؟ في اتجاه اللارنج. وضحت الصورة؟ دول كلهم بقول عليهم بروتكتيف ريفلكس. يبقى تاني الفارنجيال فيس، يبقى أنا قصدي أو عايز أتكلم على مين؟ سوالوينج ريفلكس، ده انفولانتري طالما هو ريفلكس، وما أتكلم على الستيمولس الريسبتور الافرن السنتر الافرن الريسبونس اللي هو البروتكتيف ريفلكس. المرحله الاخيره عندي هي من احنا خلصنا الاورال او البكال فيس، اتكلمنا عن الفارنجيال، الاسوفيجيال فيس غايه في الاهميه مهمه جدا جدا جدا، وتتقل سواء ام اس كيو او ممكن تيجي شورت اس. نشوف اهميتها، ما هو احنا بنقول دي مهمه ولا مش مهمه على اي اساس؟ لانها غايه، لانك قيمتها ايه؟ تمثل لي ايه؟ تسبب امراض ولا ما تسببش؟ الاسوفيجيال فيس بقسم الاسوفيجيال لحاجتين، لابر اسوفيجيال بارت ولور اسوفيجيال بارت وما بينهما، اللي انا بقول عليه ايه؟ اللي هو الاسوفيجاس نفسه، مش الاسوفيجاس له انلت واوتلت والاسوفيجاس نفسه. فالانلت بتاع الاسوفيجاس حاجه اسمها ابر اسوفيجيال سفنكتر. الابر اسوفيجيال سفنكتر ده عباره عن اناتوميكال، ركزوا في النقطه دي، اناتوميكال سفنكتر. اناتوميكال سفنكتر يعني معمول بمصر، يعني هو ترو سفنكتر، ده سفنكتر حقيقي. لكن اللور اسوفيجيال سفنكتر از فيسيولوجيكال سفنكتر، مفيش فيه ثيكننج المصر، لكن البريشر عالي هو ده اللي بيقفله. ركزوا في النقطه دي كفرق جوهري، الطالب الشاطر يعمل جدول مقارنه ما بين الابر اسوفيجيال سفنكتر والفيري امبورتنت لور اسوفيجيال سفنكتر. الابر ده اناتوميكال سفنكتر، اللور ده فانكشنال سفنكتر. الابر اسوفيجيال سفنكتر زي ما اتفقنا كلوزد باي سترييتد ماسل، بيعمل ايه؟ قال لك بريزنت انتري اوف اير انتو ستومك. لما انت تيجي تتنفس، شوفوا العظمه يا جماعه، انا عايز ابلع اقفل مين؟ اللارنج. عايز اتنفس اقفل مين؟ الاسوفجاس. وضحت الصوره؟ يعني اهميته اثناء النفس، انك اتنفس. ديورنج سوالوينج بيفتح ولا يقفل؟ يفتح عشان يدخل الاكل، يحصل ريلاكسيشن ريفلكسيف. بعد ما يحصل السوالوينج يحصل كلوجر. طيب
الاكل هو نازل على امتداد الاسوفجس، بيحصل حاجه اسمها بريستالسيس. زي ما قلنا المره اللي فاتت البريستالسيس از ابروبالسيف موفمنت، عايزه تدق الاكل، مالها لوكال انتريك ريفلكس اكسبت ان ذا ابر بارت اوف ذا اسوفجس. يعني الاسوفجيه لما ما فيش شفا عندكم، بس لو اتسالت ام اس كيو ممكن تتسلم اس كيو لها ايه بريستالسيس ان ذا ابر بارت اوف ذا اسوفجس. ده لو عايز يعني يهزر معايا، يعني عايز تشوف طالب اللي بيذاكر بتركيز. بريستالسيس ان ذا ابر بارت اوف ذا اسوفجس از ديفرنت فروم بريستالسيس ان اني اذر بارت اوف جي اي تي ان. يجيب لك اختيارات ان ايه؟ ان البريستالسيس اللي في كل جي اي تي لوكال انتريك بس، لكن اللي في الابر بارت اوف ذا اسوفجس نتيجه ان في سترايتد ماسل بلاقيه فيه لوكال انتريك، والاقي فيها كمان سنترال ريفلكس فيجو فيجر ريفلكس. وتحس الصورة يا جماعة نتيجة الاستراكشر مختلف. واتفقنا ان كلمة بريستالس بتعني ان انا عايز ازق الاكل، فبروكسيمال يحصل كونستريكشن وديستال يحصل ريلاكسيشن. قال لك في نوعين من البريستالس عشان تزق الاكل ثرو ذا اسوفجس، حاجة اسمها برايمري بريستالس ودي امتداد للاسوفيجيا البريستالس، يعني تكملة يعني البريستالس بتبدأ في الفارنك وتكمل في الاسوفجس، اقول عليها دي برايمري بريستالس كويز. الرقم ده غاية في الأهمية في الام كيو، لان ده اسرع بريستالس في الجي اي سي ككل، هي اللي موجودة فين؟ في الاسوفجس. تخيلوا الاكل بينزل بسرعة قد ايه؟ الريت بتاع البريستالس قد ايه؟ 2 ل 4 سنتيمتر بير سكند، فيري رابيد. اللي بيخليها زي الرابد وبيساعد فيها مين؟ الجرافيتي، صح؟ يبقى اعرف معلومتين عن الايه؟ البرايمري بريستالسيس انها بتبدا از كونتينيويشن اوف فارينجيال بريستالسيس، ستارت از ابر بارت اوف ذا اسوفجس، الريت بتاعها كام؟ 2 ل 4 سنتيمتر بير سكند. ركزوا انا حاطط ام اس كيو عشان لو ايه تتلخبطوا، ممكن يقول لك 2 ل 4 سنتيمتر بير مينت، 2 ل 4 مليمتر بير سكند وهكذا. في اوقات بقى يعني ايه واحد قاعد يزلط على طول من غير ما يمضغ حلو، خلاص يعني خلاص صايم بقى وجه اليوم طويل وجه قاعد على الاكل ما فيش وقت انه يمضغ، نمضغ ايه يا عم؟ يحط ويزلط. بتلاقي اوقات بتلاقي ايه تقول انا حاسس ان الاكل وقف، وفجاه ربنا يكرمك ينزل بقى في مشكله في البلع. قال لك اوقات بيحصل فيلير للبرايمري بريستالس، يعني البرايمري بريستالس تبقى مش كافيه انها تنزل الاكل، مش ممضغ كويس ولا حاجه فوق. فمن رحمة ربنا، شوفوا يا جماعة ربنا بيحط، فاضل دقيقتين يا جماعة، ربنا بيحط فيرست لاين. عارف ان الناس خلاص هين عليها ترجع، خلاص هانت خلاص، عشان بس ما يبقاش في دين. ما كفيتش البرايمري بريستالسيس، يحصل ات ذا سايت اوف فيلير اوف بريستالسيس يحصل انيشيشن لمور سترونجر بريستالسيس، اقول عليها السكندري بريستالسيس كويس. بتبدا فين؟ ات ذا سايت اوف بولا، ويعمل لك بروبالشن اوف فود. خلاص يا جماعه اخر نقطه، خلاص مش هتاخد دقيقتين يا جماعه. اللور اسوفيجيال سفنكتر اول فانكشنال سفنكتر، في الابر 3 تو اللور 3 تو 5 سنتيمتر ان ذا اسوفيجاس، دي بيقولوا عليها هاي بريجر زون. البريجر عالي حواليها فبتضغط عليها تقفلها، يعني ادي الاسوفيجاس اهو حواليها بريجر عالي نتيجه الابدومن، لان موجوده في الابدومن الجزء ده تحت الدايفرام يضغط عليها فيعمل ايه؟ يعمل عليها كومبريشن، يعمل لها كلوجر. واقول ازاي يقول عليها فانكشنال سفنكتر؟ يبقى بيقول عليها هاي بريشر زون او هاي ريستنج زون. دي مهمه جدا. ليه؟ لازم اعرف الجدول بتاع المقارنه بتاع ريجوليشن، لان على اساسه اقول الشخص ده اوردر يحصل له التريشن في اللور اسوفجس ولا لا. ليه؟ يعني مثلا على سبيل المثال، ليه القهوه واكل الشوكولاته ممكن يعمل لك ايه؟ تقرح في اللور اسوفجس؟ لان اهو الفاكتورز اللي بتزود التون اللي بتقفل الاسوفجس كويس بتمنع ايه؟ الريجرجيتيشن اوف فود، فتمنع التقرحات في اللور اسوفجس. زي مين؟ الجاسترين هرمون. الجاسترين هرمون بيزود التونس فيمنع الالتريشن او الريجرجيتيشن. لكن بصوا بقى، اكل زي الفات، الدهون، الشوكولاته، الشوكولات والكوفي. واحد شرب قهوه يقول لك انا بعد شويه حاسس بحرقان، خلاص شفت بين. ليه؟ نتيجه ان حصل ريلاكسيشن للور اسوفجيال سفنكتر فيحصل ريجرجيتيشن. الجدول ده غايه في الاهميه. يبقى الريجريشن حاجات بتزود التون، تقلل التون حاجات يا اما نيرفس يا هرمونال يا كيميكال. اللي تقلل نفس الكلام، نيرفس
هرمونال كيميكال. بس هنا اللي الاساس هنا اكتر حاجتين اركز فيهم ان الجاسترين يزود التون فيقلل الريجرجيتيشن، ان الكوفي والشوكولات والفات تقلل التون فتزود الريجرجيتيشن. ايوه ايوه ما هي ديت هي الهارت بيرن او الشيست بين اللي حصل ده الهارت بيرن اللي هو حصل يقول لك انا حاسس حرقان في قلبي كده يقول لك كده. خلصت الايه والونج تاني او الديجريتيشن اللي انا عندي 3 فيسز خلاص خلصنا يا جماعه. اول حاجه البكال فيس، ثاني حاجه الفارنجيال فيس، اخر حاجه عندي الاسوفيجيال فيس. وزي ما احنا متعودين دايما عندنا الايه هذا الصوره اللي موجوده بتبين لك كل الفيس ده الاكل نزل بالبريستاليتيك اهوت وربنا كرمه ووصل لحد مين لحد الاستومك. هذا الثمر نهتم بالثمر زي ما قلت لان بحاول على قد ما اقدر نجمع فيه الايه نقط مهمه ممكن تتسال وعندكم الايه الاسئله سواء ايه شورت ايتري نهتم بيها يا جماعه والام اس كيو اخرها الايه الكي انسر. اللي عنده اي استفسار يا جماعه يجي يسالنا في اي مشكله. الامور واضحه ولا صعبه؟